بطولات الفتنس تشالنج مختلفة عن بطولات كمال الأجسام؟ وإيه هي القواعد التحكيمية بتاعتها؟ تعال أقول لكم. طبعاً بطولة الفتنس تشالنج مختلفة عن بطولات كمال الأجسام وطريقة اللعب فيها واللبس كمان. عايز أقول لكم إن الفتنس تشالنج ليها قواعد تحكيمية خاصة بيها، زي ما اتفقنا إن الفتنس تشالنج هي 6 تمارين مختلفة، كل تمرين 2 دقيقة وبينهم راحة 2 دقيقة، لكن خلال 2 دقيقة بتوع اللعب يقدر اللاعب يرتاح ويكمل تمرينه، لكن كله من وقته. طبعا اللاعب بيبدأ من التمرين الأول وبعدين بينتقل للتمرين اللي بعده، وبيكون في لاعب قبله كمان بيدخل التمرين الأول، وهكذا بالتتابع. وطبعا بيكون واقف في كل تمرين حكم بيعد التكرارات الصحيحة لكل لاعب، يعني كل لاعب بيكون معاه ورقة خاصة بيه أول ما بيبدأ لعب أي تمرين بيسلمها للحكم اللي واقف على التمرين، وفي النهاية الحكم بيسجل له عدد التكرارات اللي عملها وبيسلمها للحكم التاني، وبينتقل اللاعب للتمرين اللي بعده وبيعمل نفس الموضوع. بعد ما بيخلص ال6 تمارين بيقعد ينتظر النتيجة النهائية في نهاية البطولة أو التحدي لكل اللاعبين. في 3 مستويات للبطولة يقدر اللاعب يشارك فيهم: المستوى الفضي والمستوى الذهبي والمستوى البرونزي ومستوى سبيد فيت اللي هو الذهبي والفضي. كل مستوى بيختلف عن التاني في التمارين، وانت كلاعب بتختار على حسب مستواك المستوى اللي يناسبك. طبعا تقدر تشارك فيهم سواء فردي او زوجي او فريق مكون من 6 افراد. الفردي بيلعب ال6 محطات، والزوجي كمان بيلعب ال6 محطات، سواء زوج وزوجة مع بعض او 2 شباب اصحاب، يعني ممكن ولدين او بنتين يلعبوا في نفس التمرين خلال 2 دقيقة، وبيتم استكمال العدات الصحيحة مع بعض. اما الفريق المكون من 6 اشخاص بيكون كل واحد بيلعب تمرين مختلف عن التاني، لكن خليني اقول لكم ان الزوجي ما بينافسش فردي، الزوجي بينافس في منافسة الزوجي، وهكذا الفردي والفريق. بخصوص منافسة الفريق، ممكن يكون مكون من 3 سيدات و3 رجال او 4 و2، يعني ما فيش شرط محدد داخل الفريق. وخلوا بالكم ان الفريق بيكون لوحده في الرامب، لان هم 6 لاعبين وهو 6 تمارين. طبعا بيتفقوا مع بعض يشوف كل واحد ايه التمرين اللي انسب ليه وايه التمرين المناسب اللي هو هيلعبه في ال6 محطات في نفس الوقت. بيكون اللاعب او الفريق كله على الرامب، وبعد ما بيخلص بيدخل الفريق اللي بعده. طب لو حصل وفي اكتر من لاعب اتعادلوا في عدد التكرارات او النتيجة، في الحالة دي بيلجأوا لعمل اكتر حد او اكتر لاعب عمل تكرارات في البيربي او ديفل بريس او الكاتل بيل سناتشز او الكاتل بيل سوينجز. طبعا بيشوفوا ده سواء في المستوى الفضي او الذهبي او البرونزي. في نقطة مهمة جدا، وهي دور اللاعب ايه او ايه المطلوب منه. هينتظر دايما الإشارة البدء من الحكم، هيحاول انه يلعب اكتر عدد من التكرارات في التمرين الواحد، وهيتقبل اللاعب العدد اللي هيشوفه الحكم انه صحيح. هيتبع كمان توجيهات الحكم في بدء التمرين او انتهائه او انه ينقله للتمرين اللي بعده، وهيلتزم بتسليم ورقة التحكيم اللي كانت معاه وبيسلمها في كل محطة، وده عشان يتم توقيعها وتسجيلها، وبعد كده هيطلع من مكان المنافسة عشان يدي فرصة لباقي اللاعبين، ومن هنا بينتهي دور اللعب. لكن الحكم كمان بيكون له دور خلال المنافسة، بيكون في 6 حكام ل6 تمارين، وكل واحد بيكون معاه ورقة وقلم، وبيكونوا لابسين الملابس الرسمية الخاصة بتحكيم الفتنس تشالنج. يعد الحكم تكرارات اللاعب وبتكون بصوت عالي عشان يسمعها. طبعا اللاعب بيسمعها وهو بيعد، لكن ما بيسمعش التكرارات الغلط لان الحكم ما بيقولهاش. الحكم بيكون مسؤول عن بدء التمرين او انتهائه، وبيكون مع اللاعب كمان في فترة الراحة اللي هي 2 دقيقة، وبيسلمه للمحطة اللي بعديها. طبعا بيكون في رئيس للحكام بيدير المنافسة او التحدي كله من بداية الوقت لانتهائه،
ويقدر ان هو يوكل حكم تاني من اختياره يكون مسؤول عن الجزئية دي، سواء الوقت الجزئي او الكلي. وفي النهاية بيجمع ورق اللاعبين وبيوقع عليه وبيبعته للتسجيل. خلي بالكم بطولات الفيتنس تشالنج قربت، فاستعدوا ليها.